إذن مشاهدينا السلام عليكم. في هذا البث المباشر كنقول لكم مباشرة من ضواحي مدينة المحمدية. صراحة لا تعليق، لا تعليق على هذا الشيء اللي كنشوفه. شارع عمومي وشارع استراتيجي، كنشوفوا فيه عمود كهربائي بدل الحمل الثقيل كيتوسط هذا الشارع وكيتسبب في حوادث سير، وكان اخرها حادثه سير وقعت تقريبا هذه يومين. هانتوما كما كتشوفوا بالصوره، شوفوا شنو اللي وقع. اذا معنا فاعلين جمعويين. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام. السميه والصفه ديالك؟ رضوان الزقريري، فاعل جمعوي، رئيس جمعيه المستقبل التنميه الاجتماعيه. وانا بني هنا مدينه بني يخلف. نعم. كما كتشوفوا الصوره تعبر. حنا كنا تنعيبوا على واحد الامبوتو كان في الالجيريان، نعيبوا الناس ولعيبوا فينا. اما كما كتشوفوا هذا كسبب تقريبا شي اربعه ديال الحوادث. انا حضرت لهم اربعه ديال الحوادث حاسبهم. هذيك تقريبا شي طروا جروح، السيده هي اللي ضربات هنا. دونك هنا كنتمنوا ان من المسؤولين ديال البنية خلف ولا المسؤولين على هذا القطاع، ان هذا واش غادي يتسناو حتى يموت الواحد عادي يمكن لنا حنا نتميو جايين ونصبوا في هذا ولا في هذا. دونك حنا بغينا الحل، الحل وفي اسرع وقت. هذا راه غيسبب كارثه، الله يستر، غيسبب كارثه. وكما كتشوفوا ها الشظايا ديال السياره، ماشي قرب حدا، قرب حدا باش نسمعوا. قرب مؤخرا ولا البارح داير السيد من هنا دار تلاقى معاه. حضرت لهم، انا حضرت لهم مسكين. اول البارح، اول البارح هذا قلت لهم شي طروا جوج سميتو الشظايا ديال السياره. اذا مره اخرى تناش السلطات المحليه ولا الناس المسؤولين على هذا القطاع ان هذا خاصو يدار ليه حل. غير باش نوضح انايا في الروبورتاج ديالي ضد هذيك الكلمات اللي كنقولوا دائما خصنا نحيدوها، وهو انا كنقولوا كنتمناو المسؤولين ديروا كناش المسؤولين كنقولوا لهم ديروا خدمتكم بطبيعه الحال، تخلصوا ديروا خدمتكم. الا ما درتوش خدمتكم كدير شكوك، واش ربما ما كتخلصوش. وضحوا لينا القضيه اللي قلتها بواحد الحفره القادوس ب 40 سبع اللي كيشكل حتى واحد الخطر. شوف المسؤولين، ما بقاوش المسؤولين ولا نقولوا لهم كنتمناو المسؤولين دير خدمتك. المسؤولين تيتخلصوا، كيتخلصوا هنا بجماعه بني خلف. كيتخلصوا دونك خاصهم كيتخلصوا، كيقتصادوا على واحد المبلغ شهري، انهم خاصهم يديروا خدمتهم. الاخ خاصهم يديروا خدمتهم، ولا ما استطاعوش يديروا شي خدمتهم شي حاجه يخرجوا للاعلام ويوضحوا علاش الاكراه اللي عندهم. بطبيعه الحال انكم تحيدوا مثلا هذه الفوطه، ربما معجزه باش يحيدوا هذه الفوطه. اول حل سهل، دابا الحل سهل وهما كيصعبوه، فهمتي؟ هما هو الحل سهل، سهل جدا. كاين فوطو هنا، كاين فوطو اخر حداه، راهو هذا شويه باش نشوف. هاد اش كيقول لي خصو تحول ليه هاد بوست، تحول للجهه الاخرى. هادو خذوه الناس ديال البراهمه كيقولوا ب 14 مليون هما اللي خذوه. الناس ديال البراهمه كيقول لك حنا اللي شريناه بالرزق ديالنا هاد البوست. دونك دوار سرقاوه البراهمه، اما كما كتسمع الناس. لان هذا كيولد الناس كاع الساكنه كامله كيقولوا ولات لهم كهرباء الناس كامل. يعني دابا ملي كتوصل واحد السبعه العشيه او الثمانيه العشيه ما تيبقاش الضوء، فهمتي؟ يعني من 220 تتبقى 37 35. يعني بزاف ديال الحوادث لقينا حنايا، مشاو لنا تلفازات، مشاو لنا ثلاجات، مشاو لنا بزاف ديال المسائل. مشكل فرع مشكل. هذا الفوطو هذا صحاب هذه ثلاث مرات هو كيتحرق، هذاك التوليد الكهربائي راهو ثلاث مرات هو كيتحرق وما كيبدلوه، فهمتي؟ وما كافيش للساكنه ديال هنا الناس. اذا كما كتشوفوا الاخوان هو وسط او وسط الطريق، وسط الطريق. اما كما كتشوفوا الصوره واضحه، ما حنا ما كنخبيو شي حاجه، رغم اننا كنتكلموا بحرقه على هذه الجماعه. تيقول لك هذا كيخدم الانجود اجنيده ولا انت. دونك هنا كنتمناو انه خاصو يتحيد في اسرع وقت قبل ما يطرى شي مشكل كبير. الله يجازيكم بخير. السلام عليكم. مرزوق محجوب فاعل جمعوي. اولا شكرا للمحمديه بريس على الحضور ديالكم. مع الاسف كنتاسفوا انني جيت انا والسي رضوان نهار السبت كديز انا وياه، غير جينا هنايا قلت لي هذا البوطو هذا بحال هكا شفناه. انا تعجبت، انا كنت كنشوف هاد البوطو كيلوحوا شي واحد في التصاور كيشوفوا راه وسط الطريق هادي منا، ما يعني قلنا شي حاجه ماشي باينه زعما. ولكن راه مني جيت انا ويا نهار السبت وشفتو، ما بقاش كنقول انا الجزائر عندهم سميتو بوطو وسط الطريق ولا شي حاجه. حنا في المحمديه، في المغرب، في المحمديه
ملي كتشوف بوطو بحال هذا عندك وسط طريق خليني غتقول لي انا بنيتي العمارات ديالك ودرتي الشانطي ديالك واش هما مني درتو الشانطي فكرتو في الشانطي واش هاد البوطو ما فكرتوش فيه ما يقولوش لينا حنا ما كاينش الحل يعني الا كان حنا كاينش واحد تيقول لها ماشي الشركه ديالي ديك راه المكتب الوطني للكهرباء يعني المكتب الوطني للكهرباء بالنسبه لهذا العمود هذا الكهرباء هذا عنده الحل ديالو باش يتهز ويتحط هنا وعنده الحل ديالو يتهز ويتحط ليه يعني عنده جميع الحلول الا بغاو حنا نعطيوهم الحل كيفاش يتحيد منا يتحيد اما نهار الاول فاش جيتو نتوما كتصايبوا في الشارع هنايا راكم شفتوا هذا يعني شنو تتقولوا نهار الاول ملي جيتو كتبنيو في هذه الموبلات شفتوا هذا البوطو هذا اذا المواطن عندكم ما عندكمش مشكل معاه يعني المواطن الا بغى يدير السيده يموت ماشي مشكل الا مات عندكم واحد اخر المهم هو البروجيات ديالكم المشاريع ديالكم يتصاوبوا يعني راه كنتاسفوا حنا ملي كتشوف بوطو بحال هذه يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه هذه اسهل ما يكون سهله انكم تحيدوا هذا مشكل يعني دابا كنا غدا ولا بس غدا غنسمعوا زياره ملكيه غتكون هنا والله ما يبقى هذا شي كون كانت زياره ملكيه والله ما يبقى هذا والله تيتحيد هذا يتحيد بزاف يتحيد وغادي نقلبوا عليه ما غنلقاوش فين مشى غنلقاو هاد الفوطو تحيد وهذا الشيء ديال الضو الصغير هنا ولكن ما كايناش زياره ملكيه كون كانت زياره ملكيه كون غير العامل ديال عماله المحمديه جا قال لهم غادي نجي ندير واحد الزياره هنا غادي يحيدوه من هنايا ما غاديش يخلوه اذا بالنسبه للمسؤولين ديال الجماعه ديال بني خلف راه في راسهم هاد الشيء بالنسبه للمكتب الوطني للكهرباء في راسهم هاد الشيء بالنسبه للسيد مول الاقامات او للناس اللي صايبوا الشارع في راسهم هاد الشيء باش ما يقولوش لينا بان لا راه حتى شي واحد ما شافو لا خصكم تصوروه لينا نتوما ولا تجيبوا الصحافه ولا خصنا لجنه ولا خصنا باش نشوفوه بالعكس هذا شفتوه يعني نتوما راه شفتوه يعني جينا حنا نهار السبت درنا لايف جاو الناس واحد اخرى قبل منا صوروه جيتو نتوما اليوم نتوما كديروا انترفيو كتصوروه كاين مجتمع مدني جا حتى هو شافو كلشي اذا نتوما راه شفتوه اذا شنو غيبقى غيبقى الحل هو عندكم نتوما خصكم تحيدوا ما تقولوش لينا حنايا لا خصنا كيفاش نديروا ليه وبلا تنسالي وعاش نحيدوا اذا تا توقع شي كارثه حنا من هذا المنبر هذا تنقول لكم بان هذا البوطو هذا غادي نتبعوه حنايا كفاعلين جمعويين متبعين الشان المحلي ان شاء الله مع الاخر دوان الزقريلي والناس ديال بني خلف واننا حنا الناس ديال المحمديه غادي نجيو ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله غادي نجيو وغتكون معنا صحافه وحده اخرى وغتكونوا معنا نتوما ويكونوا معنا جمعويين حقوقيين غادي نبقاو ان شاء الله على هذا البوطو هذا حنا ما عندناش مشكل غادي نبقاو بالنسبه للحوادث نتوما كتشوفوهم راه جينا حنا تصدمنا لقينا بان كاين واحد الاكسيدو هنا ها هي كتشوفوها يعني الناس الاغلبيه اللي جاو من هنايا راه حنا غير هذه البلاصه هذه بحال لوطوروت هذه كتشوف السرعه كيفاش دايره راه شفتي السرعه تصور معايا انت جاي في الليل وكاينه الضبابه وهنا قال لك الضبابه كاينه وهنايا قال لك هاد البلاصه هادي راه ما كاينش انارات الشارع كله هذا رساله لشركه ليديك بان هاد الشارع هذا راه ما كاينش فيه الاناره حاولوا ديروا ليه الضوء الا ما كانوا البولات خاسرين صايبوا البولات ديالهم الا كان الكابليات مقطعين صايبوا الكابليات ديالهم المهم بالنسبه للناس اللي غادي تموت من هنا الا كانت الضبابه الله يستر غادي يدخل هنا غيموت غتولي هنايا غاده في اسره يعني اربعه الناس ولا خمسه غادي تجي الصحافه غيقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ولكن شكون هو السبب؟ هذاك المسؤول الفاشل اللي خلى هذا البوطو هنا، هذاك المواطن الفاشل تا هو اللي ساكت، هذاك المجتمع المدني اللي يدير مجتمع مدني تا هو ساكت على الحق، لأن بحال هكا ملي كتشوفوا حنا هذه راه كارثة، هذه أنا با ولا مي ولا أختي ولا شي واحد من عائلتي غادي تما جاي وغيضرب هنايا غيبقى فيا الحال، إذا حنا كمجتمع مدني إلا بقينا ساكتين على بحال هاد الكوارث هذه وغنمشيو نعسوا ونحيدوا العمل الجمعوي. إلا بقينا كمسؤولين ومريحين وتنشوفوا بعينينا والناس صوتوا عليكم وعطاوكم الصوت وكل شيء وكيقولوا لكم احنا ماشي مشكل نعطيوكم مهله ديال 6 شهور ديال عام ديال عامين ولكن راه بزاف راه شي حاجه اللي هي سهله اذا انتم التليفون تقدروا تعيطوا للمكتب الوطني للكهرباء الا بغى الحل راه سهل الحل باش يحيدوا من هنا يحيدوا اذا ما تخليوش المواطن كيعاني ما تخليوش الساكنه كتعاني ما تخليوش حنا نبداو غدا ثاني نعاودوا نرجعوا نجيو ونبداو نصوروا ونبداو نكتبوا ونبقاو نغوتوا حشومه على بوطو الناس راه ما عارفين وصلات راه كيبنيو تحت الارض دابا الناس كيبنيو في البحر حنا غنبقاو ضاربين على بوطو وكاين وسط الطريق هنايا خاصكم تحيدوا لينا الله يرحم والديك نبداو نطالبوا فيكم يعني راه شي حاجه اللي سهله راه حنا ماشي تنغوتوا عليكم ولا تنقولوا خاصكم ديروا شي حاجه اللي هي خطيره خدمتكم ديروها وحنا غنصفقوا عليكم شكرا اذا الاضافه اللي عندك كما كتشوفوا ها هو هذا راه بعدا كاين هذا البوطو هو اصلا طايح هو كله مشقوق من دوفاس من هنا ومن الجهه الاخرى ها هو شوف يعني هذا راه طايح هو حد ذاته راه طايح اذا المسؤولين بطبيعه الحال اذا المسؤولين شنو كيتسناو تيموت واحد الكم هائل ديال الناس لا حرام خاصهم يدار الحل هذا خاصو ليه الحل حنا ما غاديش نسكتوا على هذه القضيه حنا ماشي حنا ما كنسعاو حتى شي واحد خاص هذا الحل يعني المسؤولين ديال جماعه بني خلف هما اللي خاصهم يهضروا على هذا البوطو هما البلاصه اللي خطيره من طبيعه الحال هذه الدوره هي هذه او هذه البلاصه هي هذه يعني هذه فيها ليمن هذه كرواز هذه كروازما فيها ليمن اللي كيكونوا جايين من المرايات كيجيبوا واحد السرعه
هاد السرعه كتكون فائقه. درك هذا اللي جاي هنا عاد بالو راه الطريق ديالو ما كاينش بطبيعه الحال، حتى علامه تشويه بطبيعه الحال، حتى شي علامه ديال التصوير ما كاينه هنايا. يعني هذا هو المشكل هنا راه كيسبب خدامه، لا ما خدامهش، ما خدامهش. كاين بعض، كاين بعض بعض انا كاينين بعض البولات اللي دايرين هنا اللي كتشعل وحده شاعله السما شاعلين جو غاده بحال هكا، والمشكل مطروح هنا في هذا الشارع. في هذا الشارع كيتسب الله يستر هنا في هاد السريع بدا كاين فيه الكريساج، ما كاينش اللي كيتسوق. اييه حنا هذاك فيه الكريساج لانه ظلمه، هادو المجرمين تيغتنموا الفرصه. والغريب في الامر حنا دابا كنتكلموا على هاد البوطو خاصو يتحيد، هذا خاصو يتحيد. حنا المسؤولين خاصهم يخدموا يديروا خدمتهم. هذا كيجرنا الحديث على يعني في المحمديه ايضا كاينين واحد الربعه ديال الخلات كيتسولوا، عارفين انتم هاد القضيه؟ عارفين كاين واحد حدا اوتيل ايفنتيل الاخر حدا الصين. ملي شي واحد كيتسول وراه النخله كيقول لا راه ممنوع تحيد النخله، لا خاصها ظاهر. وسيدي ندير نحيدوا لهذا الظاهر، وهذا راه اسهل ما يكون. شي اللي بغاو يخدموا كيخدموا، ولا قرار من الباشا ولا اذا كيبغيو يخدموا، اذا كيبغيو يخدموا كيخدموا. وخليوه 100% لا حسب راه يقول لك كاين ظاهر. لا لا هنا المسؤولين كيتملصوا من المسؤوليه ديالها. لا هذا خاصو يتحيد، هذا المشكل. هذا خاصو يتحيد، هذا بلا نبقى نهضر، هذا خاصو يتحيد، هذا خاصو الحل. حنا ما تنسعاو حتى شي واحد، حنا كنطلبوا الحق ديالنا. غادي نجيو ثاني، ما عندناش مشكل، الاسبوع القادم غادي نجيو. تحياتي، شكرا. اكشد الميكرو. إذا مشاهدينا كما شفتوا هاد الفاعلين الجمعويين بعمالة المحمدية اللي كيندوا ويستنكروا بالبقاء ديال هاد العمود الكهربائي اللي كيشكل واحد الخطورة على المواطنين، على السائقين، على أي شيء كيتمناو أنه يتحيد. ووعدونا على أنهم راهم غادي يديروا واحد المتابعة وغيعطيوا لهاد العمود الكهربائي واحد الاهتمام، إضافة للمشاكل الأخرى اللي كيعطيوها واحد الاهتمام بعمالة المحمدية. كنحييهم على الغيرة ديالهم على المدينة المحمدية. وباش المشاهدين باش نوضعوهم في الصورة باش نوريهم الحجم ديال هاد العمود الكهربائي وسط الشارع. ها انتم كما كتشوفوا بالصورة شحال من المتر تقريبا غادي يكون كيتوسط من هنايا لهنايا، شحال تقريبا؟ 3 متر. مزيان شنو هنا تقريبا كاين شي 3 متر. 3 يعني لا فواتير فيها 2 متر و 20 طوموبيل جا في الوسط. جا في الوسط طوموبيل كتكون فيها 2 متر و 20 يعني بقات طبيعة الحال يلعب معاها. طبيعة الحال بحال راه كما كنقول كما قلت لك، راه من كيتم جاي شي سائق متهور من هذا من اتجاه المعاكس، دونك لا هذا اللي خارج من إقامة رياض السلام راه عنده الحق. عنده الحق يعني اللي من ديالو هو هذا، دونك هنا كيكون احتكاك ولا الاحتكاك يسبب من طبيعة. علامة سقيف واقيلا دابا حيت كاينة بطبيعة الحال هي ما كايناش دابا بحال شوف شوف وما نهضروش على ممرات الراجلين هذيك كاع ما نهضرو عليها. نهضرو على الشارع الكبير، الشارع الكبير راه ما فيهش المشكلة. الشارع عاود قولها اللي تكلمنا دابا على خاص يديروا ممرة غنعتبروا راسنا حماق لأنه فيه عمود كهربائي وما حيدوش راه بحال حنا راه كنرجعوا. ما كاين والو فعلا. دابا الغريب في الامر ان المسؤولين ديال البنيه خلفوش ما كيشوفوش هذا الشيء. وراه راه هما براسهم رزقلهم ولا شي حاجه. شوف وراه والله العظيم الا كانوا في انتخابات كانوا يوميا تيجيو هنا يوم وما تيبانش لهم. دابا راه الغريب الامر ما بقاوش كيبانوا حتى الخمس سنين ان شاء الله الاخرى عادي يبانوا فراتي. وكنت والو هنا هذا ما غاديش نسكتوا عليه، هذا ما غاديش نسكتوا عليه، هذا البوطو ما غاديش نسكتوا عليه. في التعاليق وعمود كهربائي درتوا عليه هذه الحاله سيرتو مشاكل اخرين، حيت هذا الشيء كيتقال اش غادي باش ترد عليهم؟ محجوب شوف بالعكس هذا بالعكس هذا اخطر مشكل. هذا انا نقدر نقول لك كاين شي واحد غايقول لي مشاكل، غتقول لي الاسره يقدر يتمول فيها، غادي تقول لي الاسره غادي تسد السيد ولا السيده يقدر يقول لي انا كيلا بضاله ولا الاناره ولا شي حاجه بحال هكايا. نقدر نقول لي هادو ساهلين، كاين اولويات. شوف شوف اصعب راه كاين اصعب حاجه هي هاد الكارثه هذه. هذا يجي شي واحد والله يضحك علينا بالله، راه يقول لينا حنايا واش نتوما في 2022 اللي مخلين عمود كهربائي ومخلين مهندسين ومخلين واحد الناس واعرين جاو صايبوا لكم الشانطي وخلوا لكم. حنا بعدا كنتاسفوا وكنديروا هذا اللايف هذا لانه كيشوفوا اجانب في دول اخرى، دول عربيه شقيقه، غادي يشوفوا هذا الشيء اللي كنديروا غادي يبقاو يضحكوا علينا. ولكن كنا مضطرين حنايا. هذا هو هذا شوف شوف سي خالد، هذا هو لا شوف خالد هذا هو الجواب اللي غنجاوبك. كاين شي واحدين تيقول لك انتم كتصوروا المحمديه كتصوروا بحال خايبه بحال هذه كتهربوا الزوار. انا فوالا اسمع، الا انا صورت لك المحمديه خايبه ولا زوينه، الا انا غدا ولا بتغدا جاي عندي واحد من برا فاميلتي جا للبحر مثلا غير المركز جالي ولقى بان الطواليطات ما كاينينش، اش غنقول ليه انا؟ غنقول ليه لا ما نغطيوش الشمس في الغربال. الا كانت المحمديه زوينه غنقول لكم المحمديه زوينه، الا رجعتوا مدينه الزهور مدينه المحمديه رجعوا للمكان الطبيعي ديالها غنقول لكم برافو عليكم. اذا المدينه راه هي بحال هكا
واش نقولوا للناس اللي راه زوينه ومن يجيو يقول لا واش ما كتكذبوا علينا؟ قلت لنا زوينه حنا جينا شنو لقينا كيلا بضاله ولقينا الزبل لقينا هذه لقينا هذه، اذا شنو كتكذبوا علينا انتم؟ بحال انتم بحال كطبلوا كتزمروا بهذا المعنى غيقولوا لنا. اذا شوف حنا جينا هنايا الموضوع بوحدو، جينا هنا على قبل هذا العمود الكهربائي هذا خصو يتحيد. انا كنواعد بان السي رضوان ان شاء الله، وكنشكركم محمدي بري صراحه من اتصلنا بكم والا جيتوا، وكنشكركم. اذا كنقول لكم كنواعدكم باننا الاسبوع القادم ان شاء الله غادي نعاودوا نرجعوا ليه. كان التوضيح راه ما كاينش غير واحد، راه نسيت راه كاينين جوج، راه كاين واحد هنايا هنا في هذه الكروازمه، الكروازمه اللي كيدور فيها الطوبيس الفتح جوج، راه المشكله كاينين جوج وكيسبوا الحوادث. دابا انا وانا وانتم كتكلموا جاتني واحد القضيه، وهو انه نخاف المسؤولين اللي كانوا غادي يديروا حل ما غاديش يحيدوا البوطو، وانما غادي يديروا واحد المطبات ديال تخفيف السرعه باش الناس يوصلوا ليه، خاص يتحيد، راه نخافوا ياخذوا الحل. السلام عليكم. هنا في الطريق هذه اللي رابطه ما بين طريق الرباط والمحمديه راه ما كاين لا اشاره طرقيه لا والو، راه عشوائيه، وبالليل هاد الانارات البولات كلهم ما شاعلينش، ومني كتضرب هنايا كيولي بنادم هنا غادي انتيردي. هنا الواحد هنا ملي كتكون طريق هاد البوطو هذا الواحد كيخرج انتيردي، ولا كيتسبوا حوادث سير. وهنا بالليل كنتفزعوا بان كنسموا اكسيدو، ما عرفتش اخويا الناس هادو ملي ضربوا هاد البروج ديال الطريق ما فكروش بان البوطو خاصو يحيد. هضروا تاع المنتخبين اللي انتخباتهم الساكنه فيه ما بانوش اخي خالد والو من نهار ما بانوش، كنقول منتخبين وداك الشيء. ها هي شحال وا سي خالد شحال بقات؟ بقات ربع سنين، بقات عام، هو مشى بقات ربع سنين باقي لهم خير. لا لا بقى لهم والو، ها ربع سنين هي دايزه، هذه ربع سنين غيبانوا صافي. ديك الساعه نقول المصالحه ديالكم غير واضحه، حنا بغينا السي رضوان ترشح عندنا انا الزكريني، الساعه ما وافقوش الحظ وانت نجح في الانتخابات، وكذلك كنشوف هو مسكين مخلي الخدمه ديالو الاشغال ديالو جاي واقف على الساكنه مسكين، هو الوحيد اللي دار الاناره هنايا في هذا البلوك واحد. وبزاف اخي خالد هاد البولات هادو كلهم ما شاعلينش، والله المستعان والله. دابا ولات طريق رئيسيه هذه، طريق رئيسيه وي كيدوزوا منه السيارات بزاف، طريق رئيسيه لان هي واخا معنا فاعل جمعوي سميه. السلام عليكم. ومن هنا القدام ان شاء الله شنو غادي يكون هنايا بعدا؟ غادي يكونوا هنايا مدارس الاعدادي نعم والابتدائي، يعني ماما الراجلين كيف ما كنتو كتقولوا نتوما راه نورمالمون راه خاص يكون هنا عاوتاني حيت مع الدوره، هذاك الشيء علاش. المهم كنرجو من المسؤولين كاملين ديال ساكنات بني خلف اولا ديال القاطنه اللي ساكنه بني خلف يجيو يشوفوا هذا البوطو هذا، حيت بالاسباب محسوب على الواتساب ولا وينو ماشي على حساب سميتو. يعني هنا راه مدينه زهور، شنو هي مدينه زهور؟ يعني راه كلها زهور، النهار الاول اللي سماوها راه سماوها مدينه زهور. وتحياتي للجميع وشكرا. شكرا شكرا. اذا اخر كلمه اخر كلمه اللي انا خاص هذا خاصو ليه الحل. كنتمناو الرساله توصل والرساله ديالنا كنتمناو انها توصل للمسؤولين. تحيه لك السي اخر. اخر كلمه كنتمناو من المسؤولين انهم غدا ان شاء الله ولا هذا الاسبوع هذا يديروا حل لهذا العمود الكهربائي صافي سهل. اذا مشاهدينا نكتفيو بهذا القدر هذا من هذا البث المباشر. انتم كما كتشوفوا حادثه السير هذه واحده من عدد كبير من حوادث السير اللي كيتسبب فيها هذا العمود الكهربائي وسط هذا الشارع. اذا مشاهدينا نكتفيو بهذا القدر هذا من هذا البث المباشر، وبعد قليل بث مباشر اخر. دمتم بخير.